ماذا يقال في سجدة التلاوة؟ وهل نسجد للتلاوة في حال القراءة الفردية؟ وهل يجوز لنا أن نسجد سجدة التلاوة في حال سماع القرآن الكريم من الغير أو عند الاستماع للمذياع أو الشريط؟ جزاكم الله خيرا. سجدة التلاوة سنة ليست واجبة. إذا مر بآية فيها سجدة فإنه يسجد القارئ والمستمع، القارئ والذي يستمع إليه. فإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد لأنه تابع له، وكذلك الاستماع للمذياع أو للشريط هذا لا يشرع عنده السجود لأن القارئ فيه لم يحصل منه سجود، وهي قراءة مسجلة ليست قراءة حية من شخص حاضر، فلا يسجد لمجرد سماع السجدة من المذياع أو من الشريط. والذي يقوله في سجود التلاوة هو ما يقوله في سجود الصلاة، أن يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ويدعو بما تيسر، وإن قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، ثم يدعو بما تيسر، فهذا شيء حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للسجود في حالة الفردية كما قال الشيخ صالح، يسجد سواء كان فردا يقرأ القرآن هو بنفسه، نعم، إنه يسجد، أو كانوا جماعة يستمعون إلى قراءته ثم سجد القارئ فإنهم يسجدون تبعا له، وكذلك إذا سجد الإمام في الصلاة، نعم، فإنهم يسجدون معه سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يتبعون إمامهم في سجود التلاوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.